استاذ، بس انت كده عم بتقول الرجعه او شيء هيك. انا شرطك خلص خلص، سلام عليك، الحكي بترجع بعدين تسال. هذا ضيع وقت. The staff of a big factory is divided into three categories: engineer, technician, and worker. هذا اللي كنا عم نحكي عنه امبارح. امبارح حكينا عن الموضوع، 6% هن مهندسين، 74% هن worker، معناتها الباقيين اللي هن 20% بيكونوا technician. و 10% من الوركر هن ميت، 10% من الانجينير هن في ميت. هون عرفنا نحن انه في عندنا فكره تري. شو اللي خلانا نعرف انه في عندنا تري؟ انه في عندنا موضوع الميل والفيميل ديبيندز اون اذا هو انجينير او تكنيشن او ورك، صح؟ كانه ايرنز. هيدا هو، هيدا هي التري. هي هو حط نسب مئويه، حط ديسيمال 6%. على فكرة هون في شيء غلط، هيدي 0.06 هي بالغلط، اوكي؟ هي الأولى هون بس لنظبطكم إياها غلطة مطبعية، يعني هيدي 0.06 هن 6% انجينير، اوكي؟ 6% إذا بتقسموها على الديسيمال حيطلع 0.06 و 74% هن وركر، وبالتالي لحاله استنتج إنه 20% اللي هن 0.2. عم بقول لكم 80% من الوركر هن ميل، هيتهم 0.8 هن ميل، و 10% من الانجينير هن في ميل، هيتهم هودي اللي هو عطاقي. يعني انت بتستنتج بما انه 80% ميل من الوركر، معناتها البقوة اللي هن 20% في ميل. نحن معودين ما نحط بس هيك M و F، نحن معودين نحط هون M knowing that W و F knowing that W. هي مش ضرورية على فكرة، بس بعدين بالامتحانات الرسمية صرنا نحن بلشنا نحكي عنها لانه هيك بتكون اوضح للطالب. يعني هذا المكان في داعي انكتب، فهمتوا كيف؟ يعني هيدي الام المقصود فيها هون ام نون ذات اي او ام نون ذات تي او ام نون ذات دبليو اتسترا. اللي النواقص اللي عندنا اياهم لكان هن هول الاثنين، هول ما عندي. يعني ما اعطاني نسبه الميل او الفيميل من ضمن التكنيشن، اوكي؟ شو كان اول سؤال؟ بسرعه رح نروح نشوف السؤال ونشوف الجواب. We interview at random a member of the staff. Consider the following events. سمى لي انه اللي اخترته لما تروح الانترفيو هو انجينير. عادي اول حرف من كل شيء. W worker، T technician، والM هو مين. مثل ما شايفين هون، هون السؤال هيك مزعج يمكن بالشكل انه مثل اللغه مبين كله، ما فيش ارقام، ما فيش شيء، ما في probability. تحسه ناشف. انت بدك ترجم الجمله. شو بتعمل؟ هيدي شو بتعني؟ What is the probability of interviewing a male worker؟ انت هون بدك تفهم male worker شو يعني؟ يعني M under W، مش M knowing that W. لو هيك كان قال لأنه قال كان knowing that، أو كان عطاها الجملة بالأول. كان قال لكم What is the probability of interviewing a male knowing that he is worker؟ هيك كان قال. كيف؟ فهون مثل ما هي هيك بدنا ناخذها، يعني intersection. فهيدي بتعني هي P of W under M أو M under W، نفس الشيء. شو بعمل أروح على التري طلعه؟ هي P of W ضرب P of M knowing that W. هي أوكي؟ P of W times the بتحطهم بقيمتهم بيطلع عندنا 0.55. هودي نسبة للعالم يلي هن بيكون worker and male. تاني بارت 1B سألكم نفس السؤال بس بده male engineer. الميل engineer هو M enter E، يعني P of E اللي هن الانجينير ضرب P of M nominality. هلا ليك، هو ما اعطاكم ال M nominality، هو اعطاكم ال F nominality، هو اعطاكم الفيميل. بس بما انه الفيميل 10% معناتها هوليك قد ايه حيكونوا 90% ضربها بال 0.06. هيدا ظبطها هون، شايفينها 0.06 ضرب 0.9 اللي هي 0.6. هيك نحن هلا بنكون جبنا P of W enter M و P of W P of E enter M. يعني جبنا هول M enter E وال M enter W. بعد ناقص ال M enter E اللي ما في نجيبها هلا لأنه ما أعطاني نسبة الميل أو الفيميل من ضمن التكنيشن. أوكي؟ طيب هات لنشوف هلا ثالث سؤال. لك شو إجا عامل هون بالبارت؟ عم بيقول لكم وي نو ذات 80% اوف ذا ستاف ار مين. انت هيدي تفهم لحالك شو بتعمل.
هيدي عطاك هو given probability P of M بشكل عام اني قديه 80% يعني 0.8. انت عادة هيدا هو كان هدفك، انت كان هدفك لو عارف الـ M and technician تجمعهم بيطلع عندك الـ P of M. هون يلعب عليه بموضوع intersections. هو عطاك الـ P of M لخليك انت تجيب هلا هيك شو سألك هون proof that حتى هو عطاك جوابك اللي بدي اعطيك شوية معنويات. عطينا الام اندر بي على القليل بيعطيكم جواب على القليل يعني بس ليحطك بالجو اللي انت عم تفكر صح. Prove that the probability of interviewing a male technician is هلا. طيب male technician يعني مطلوب منك تجيب بي اوف وات ام ام اندر تي اندر تي يلي انا ما كان فيني اجيبها على التري بس هلا اعطاني معلومه هي بي اوف ام فيني اجيبها. انا راح اكتبها للمعلومه. انا بعرف انه probability للام total probability الميل هو او ميل انجينير يعني بي اوف ام انتر اي او ميل تكنيشن يعني بي اوف ام انتر تي صح؟ مش هي الرول تبع total probability او يكون ميل worker يعني بي اوف ام انتر شو دبليو. طيب نحن عادة كنا نجيب هول ثلاثة ونجمعهم لنحصل على مين؟ على البي اوف للأم. هون هو عطاك نسبة الميل بشكل عام، هو هيك 80% من الستاف كلهم هن ميل مش من التكنيشن. يعني كل الستاف هن نحن عارفين هلا 80% منهم ميل. فهول هن 80% ايكوال. الميل انجينير هلا من شوي جبناه طلع معنا 0.5 ما بعرف شو اتسترا. الـ P of M enter T نحن اللي بدنا نجيبها هلا 0.054 اوكي والـ P of M enter W كمان هو عطانا اياها يعني. ساعتها صار فيني اجيب مين انا الـ P of M enter حنروح على السولوشن هي اذا بدك حننزل لتحت شوي. طيب هون بس في شوية هيك اغلاط بالطباعة مش مشكلة. P of M هي 0.8 P of M هون هي طبعاً هي capital letter مش small letter يعني هي بالغلط طبعاً. P of M هي P of M enter E plus P of M enter T plus P of M enter W حط لكم كل التفاصيل يعني 0.8 اللي هو main equal 0.054 plus P of M enter T plus 0.592 هول اللي جبتوهم من شوي بتنقصوا ساعتها 0.8 من جمع له بيطلع عنا 0.15 اوكي؟ هيت على فكرة ابتداء من هون انت هلا اذا بدك فيك تكمل التري اذا بدك صار فيني اجيب الفيميل كمان اذا بدكم تكملوا التري لك شو بدكم تعملوا؟ ركزوا مني بجيب النوينج ذات نطلع النوينج ذات ونقص من هون ون ماينس بين مع هذا اوكي هي بعد مبين تحت 0.154 يس مبين اس اوكي لك شو بجيب اعمل؟ هيدي اللي هون اللي على التري هاي اللي انت مش عارفها هي ام نومون ذات صح بي لا لا هي P of M enter T اللي جبتوها اللي طلعت 0 على P of T نقسمها ب 0.4 مقسومة على P of T اللي هي قد ايه 0.2 اذا قسمتوهم هول حدا منكم جربها بيطلع عنا 0.77 يعني طلعوا 77% من التكنيشن هن ميل وبالتالي هول فيني انا اعرفهم بيطلعوا الباقيين اللي نحكي 0.23 انا هلا صارت التري صارت كام يعني وبالتالي صار ما بقى عندي شيء صار فيني حل الباقيين بس هو قرر انه ما يكمل التري فحل الطريقه البارت سال لي عنها هلا طريقه ثانيه بس انا هلا صار عندي الاف نومال دات تي صار عندي اياها هي 0.23 اتفقنا؟ ليش شو اجى سالكم؟ يس اجى هلا سالكم The person interviewed is a female. يعني هاي شو اللي أعطاكم إياها الجملة؟ هاي condition. هاي knowing that يعني. بالضبط. يعني هلا أنا عارف إنه عندنا knowing that إنه الشخص اللي اخترناه هو female. شو the problem؟ T knowing that F. Technician يعني بده P of T knowing that F. هاي اللي دغري بده يروح للرول. P intersection على P of F. P intersection على P. أنا ما بتنجم من التري. صح؟ بي للفيميل ايش يا شباب يا صبايا؟
الميل مش هن الثمانية الى الميل. الميل 1 ماينس في الميل 1 ماينس يعني probability لا يكون في ميل هو عكس probability يكون ميل. بما انه الميل هن 80% يعني في ميل هن 20% يعني في انت هلا صار فيني اجيبها انا على طريقه التري طالما انا كملت التري. هي هي 0 بوينت قديش يعني بضرب 0.2 ب 0.23 ب 0.2 وبقسم على هي طريقه. الطريقه الثانيه اللي هو عملها اذا بدوش يكمل التري غير شو عمل هرب من التري اجا عم بقول لكم بي اوف اف انتر تي اللي بدنا نجيبها. لا نحن بدنا نجيب هاي صح نحن هاي ماشي خط هاي هو وعرف انه هون علق فهمتوا يعني هون بدنا نجيب مين نحن هلا بي اوف تي انتر اف. طيب بي اوف تي انتر اف شو اجا عمل هي بي اوف تي ناقص بي اوف تي انتر ام صح ولا لا الاف مش هي عكس الام يعني صح. هاي هون الاف مش هي كان ام بار بتعرف حافظينها ايوه الفيميل عكس بعض يعني كانه عندنا تي انتر ام بار هي بي اوف تي ناقص بي اوف تي انتر ام. تي انتر ام هلا جبناها نقصناها من التكنيشن كلهم ليكم هن التكنيشن كلهم هو لوجيك السؤال التكنيشن كلهم هن شو هن يا تكنيشن ميل يا تكنيشن شو تكنيشن فيميل. طيب انا اذا عندي التكنيشن كلهم هن 20% والتكنيشن ميل طلعوا هلا هول 0.154 معناتها الباقيين مين بيكونوا ان التكنيشن في ميل نقصوا مع بعض منطقيه للصحيح هاي طبيعه وبالتالي صار فيني اقسمها اوام على 0.2 بينما الطريقه الثانيه كان فيك تروح على التري تضرب ال 0.2 تبع التكنيشن ضرب اللي طلعت معكم 0.23 جبناها نحن طلعت 0.23 وبتقسمها على بي اوف اف هي 1 ماينس بي اوف ميل 0.8 هيطلع سيم انسر يطلع عنا ساعتها هذا هو الجواب. أصلاً بين تطلع 1 minus 0.8 هي 0.2 صح؟ راحت مع 0.2 راحت مع 0.1 فهمتوها؟ أنا بفضل دائماً إذا أنت فهمت لعبة الأمريكا التري دائماً معود تكون جاهزة عنده للتلفيز. أنا بحب إنه التري تكملها هيك بتريح راسك ما بقى بشغل بالك بشيء خلص إنه أنا عرفت. بس انتبهوا اللي جبتوها انتو 0.154 هي مش الام نويدتي هي ام انتر بس عليك تقسمها بهيدا البي اوف تي ساعتها التري صارت كامله ما بقى بتضيع شيء. اوكي هيدا بالنسبه yes. لاول بارت. هلا بدي اروح للكومبينيشن مثل العاده هيك حيكون امتحانكم بكره يعني بس التري مش حتكون ناقصه ما تخاف حتكون كامله انا ما اشتغلنا كثير عليها بقى. بس انه هيك حيكون يعني انه جزء اول هيك وجزء ثاني بعطيك عدد معين وفوت كومبينيشن يعني عم هيك الكومبينيشن اوكي يس. هلا ان ذس بارت سبوز ذات ذا ستاف اوف ذا فاكتوري كاونتس 500% نحن اعتبرنا هلا انه بهالشركه هيك عندي 500 شخص بهذا التوزيع وي تشوز راندوم اند سيمتيريستي 3% فروم ذا ستاف. طيب قبل ما نختار ثلاثه او اربعه او خمسه بدنا نعرف كل واحد قد لانه هولي هو مش حاكي عن المطلوب هو حاط العدد بسرعه. طيب خلينا نشوف هون شو هي اولئكم نروح على السوليوشن احلى اذا في محل هون اوكي. طيب هو دغري حط 300 كيف عرف قد ايه هني عدد الاشخاص قد ايه ضرب البرسنتجز ضرب كل واحد البرسنتج تاعته انجينير قد ايه هن الانجينير الانجينير هن 6% 6% ضرب 500 من اصل ضرب 500 هيطلع عندكم قديش؟ 30 واحد بس عندي 30 شخص بهالشركه هن مهندسين هو ما قالوا بهمه اذا ميل او فيميل فبس 30 تكنيشن قد ايه طلعوا معنا؟ 20 20% من 500 وضربوه هون بيطلعوا 100 بيطلعوا 100 اذا بدكم هلا الباقيين فيكم تنقصوا 500 من جمعهم يعني كلهم 500 صح؟ بس إذا بدك كمان فيك تحسب نسبتهم. الوركر هم 74% من 500 هيطلعوا معكم الدغري اللي هن قد ايه؟ 300 هيدي إذا أنا بحاجة لأعرف عدد الأشخاص اللي هن مهندسين أو تكنيشن أو عمال صح؟ إذا بدي أعرف عدد الأشخاص الميل أو الفيميل فيني أعرف ولا لا كمان؟ الميل بلا اكيد ما هي البرسنتج الميل تضرب كل وحده بالبرسنتج كمان 80% صح ولا لا؟
شو اعطاكم اياه؟ 80 من 500 80% من 500 بيطلعوا 400 اذا كنت بدي احجزهم، هلا انا مش بحجزهم. يعني عندي انا 400 موظف بهالشركه هن مايل، معناتها البهو اللي هن في مايل قد ايه راح يكونوا؟ 100 صح؟ لانه هو اعطاكم probability للميل، هو قال 80% من الستاف هن مايل. اتفقنا؟ بس هو هون حسب السؤال لما اجى قال لكم انك تعرف ثلاثه بشكل simultaneously، يعني number of possible cases هون قد ايه؟ سي 3 500 صح؟ السؤال هو عم بيقول لكم شو البروبابيلتي انه هاد الثلاثه يكونوا اوف بيشتغلوا بثلاثه ديفرنت كاتيجوريز. شو يعني ثلاثه ديفرنت كاتيجوريز؟ يعني بده يكون واحد انجينير، ما جاب سيره الميل والفيميل، عم نحكي عن كاتيجوري، يعني بده واحد انجينير، واحد تكنيشن، واحد شو يعني هيك بده يكون، يعني بده بروبابيلتي هيك معودين، 1 منهم يكون انجينير، 1 تكنيشن، هيك فيكم تجاوبوا عليها احلى، 1 وركر صح؟ صح. إيه هلا انتم معودين على الكومبينيشن، هو ما حط كومبينيشن فوق لانه سي 1 هي ذاتها. انت معود هيك تكتب سي 1 من اصل عدد ال سي 1 30 تايم سي 1 100 تايم سي 1 30 هي ذاتها 30 عشان هيك هو حط 30 ضرب واحد تكنيشن يلي هن 100 ضرب واحد وركر يلي هن سي 1 من اصل 370 على عم بختار ثلاثه انا صح؟ عم بختار 3 من اصل 500 يعني سي 3 500. هيدي الكالكوليتر بظن ما راح تحسب لكم اياها الا على الدسيمال بظن هي. فبيطلع عنا تقريبا هيدا الجواب. المهم طلع الجواب 0.05. اوكي؟ فهمناها؟ يس يس. طيب هلا اخر بارت عم بيقول لكم شو البروبابيلتي انه ات موست يطلع عندي 1 هون رجع للات موست، مرة قلت لكم اياها مرة هي بس طبيعت. شو يعني at most مش at least؟ هي ما عندها قاعدة يعني بتحلها باللوجيك. شو يعني maximum بدي اختار واحد engineer؟ يعني يا واحد engineer بس يا ولا واحد engineer صح؟ شو يعني ولا واحد engineer؟ يعني ثلاثتهم ما يكونوا engineer، يعني ثلاثة اي بار. عشان هيك امبارح قلت له احمد ما في داعي تعرف شو هن. لما هو فكر في مصطلح احتمالات هو كيف كان عم بفكر؟ انه هول الثلاثه هل هن ثلاثه وركر او هل هن ثلاثه تكنيشن او هل هن اثنين وركر وواحد تكنيشن او هل هن اثنين تكنيشن وواحد وركر ما بيهمني او هن ثلاثه وركرز وثلاثه مش انجينير اور واحد انجينير واثنين ما يكونوا انجينير ما انه طلع الجواب صح طيب ليكو بالمنطق برايكم هي البروبابيلتي حتكون عاليه ولا واطيه وليش؟ هلا انت شو في جواب بس انه بالمنطق اكيد تكون بتكون كثير عاليه كرمال انجينير بس 6% لانه هن اصلا عدد الانجينير كثير قليل يعني أه. انا اصلا ليكون عندي تشانس ان اختار انجينير بروبابيلتي تعيد كثير ضعيفه هو بده اصلا ماكسيموم يكون عندي انجينير يعني ما يعني عم بيقول لك اذا ما اخترت انجينير ما عندي مشكله يعني هيدي البروبابيلتي لحالها هي هي العاليه بروبابيلتي انه ثلاثتهم ما يكونوا انجينير يعني عم تختار ثلاثه من اصل 470 انت يعني كيف بس 30 شخص اكثر عشان يعني هيدي التشانس تعيدها كثير عالي فيها عم تفهموا كيف؟ هيدي هي الفكره كرمال هي جوابها طلعت كثير كثير كبيره ثلاثه ايبار هلا هو شو حاطط هون؟ يعني سي 3 من اصل مين هن الايبار؟ هن البقوي اللي هن عدد التكنيشن مع الوقت 100 زائد 370 هون بيطلعوا 470 فهن يا سي 3 من 470 يا واحد انجينير سي 31 ضرب اثنين من البقوة 470 كمان على هاي بيطلع لكم هذا الشغل على السي 3 500 فهمتوا السؤال؟ تمام ايه نعم اجل بكون يعني قد ما فينا عم نشهد فيه دور هلا ابتدينا من الاسبوع الجاي رح نحل بروبلمز ان شاء الله اذا جيتوا على المدرسة بالمبدا يمكن يجيبوكم نهار الاربعاء بعد في شيء ما تاخذوا قرار مني ما تحكوا بالموضوع مع حدا وما تسألوا حدا اوكي هلا كل شيء ممكن يتعدل ممكن يبلشوا معكم نهار الاربعاء لانه الاثنين ما بدهم ياخذوكم لانه الثلاثه عطله يعني عشان ما تكون محزك ثلاثه في عطله لانه في عطله بعيد التحرير ف الاربعاء مبدئيا والاربعاء حيكون عندكم معنا هي الفكره انه اذا مشيوا بالمشروع تبعهم هن حياخذوكم بس لساعتين اوكي بس مش الاربع عنا اياك اول ساعه ف... لا انا الاربع ما لانه ما عنديش ايفون اخر هن مظبطين اللي عندهم اخر ساعات اساسا انا ما عنديش ايفون عمر اخر ساعه فهمتوا كيف؟
اوكي كان عندي يوم ولا مره اخر ساعه، عشان هيك بضطر يفت ساعه 11 وبياخد انا اخر ساعه 12 ونص يعني. بحط طبعا على المدرسه بس تخلصوا رابع ساعه، ما بعرف عندكم رابع ساعه طبعا، بس تخلصوها تحملوا حالكم وتطلعوا بتكونوا 12 ونص في المدرسه، بكون انا بطلكم وبنشتغل تقريبا عشان ساعه ونص ساعتين نقعد بالقاعه. بس نخلص ربع ساعة بدنا نمشي بعد. هلا لا ما بديش فوت بقصه نقل، اللي بده يشتغل يعتبروه اضافي، شو بعرفني يعني، ما بس مش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة، نوصل بخمس يعني دقايق زلقيت فان دغري. مش احسن ما ياخذوك الساعه 7 الصبح ويفيدوك الساعه 6؟ بس لك لا عملك قصدي المدني بده يفقع مشوار، استاذ لسه انا ساكن بدي افهم بالحدث مشوار هيدا المسكين. قبل ربع ساعة لأوصل. هلا يا عمي مش مشكله، هي بتنحل. هلا رابع ساعه ساعتها بتحكم على الاساتذه، بدل ما يطولوا ل 12 ل 3 بيعطوكم اياها ل 11 ونص يعني، بنلاقي حل. هلا ما تعتبروا هم، ما بدكم انتم بتكونوا لابسين وجاهزين، ما بدكم اكثر من ساعه يعني، وين ما كنتوا يعني بتوصلوا على المدرسه يعني. انه اذا انت مشيت من البيت 11 ونص 12 ل 3، ما فيك تكون 12 ونص في المدرسه ولو ما. هلا مش مشكله، لا وقتها بنشوف بنشوف شو بصير، يمكن يتعدل الموضوع ما بعرف، بس انا عم بحكي بالمبدا هيك. الاربع عندكم مواد، الخميس يمكن فيزيكس، يعني عندكم ساعه فيزيكس مظبطين لكم برنامج على الاساس يعني، شو عندكم هنا ساعات. ف بالمبدا تمام عندي، انا ما عندي اياكم يعني، انا هلا يمكن ما عادش اشوفكم الا ل الاربع الجاي بالمدرسه، ساعتها بناخذ الكتاب معنا وبنشتغل ساعتها على اللوح مثل البشر والناس، وبنحل لكم اياها بالاسئله، بنكفي عادي حسب البروبابيلتي يعني. اوكي ان شاء الله يمشي الحال، وانا بتمنى انه الكل يكون موجود، بتمنى يعني هذا الشيء بصراحه، حتى انا حيكون في تباعد اجتماعي ما تعرف، هم حيقعدوكم يمكن بالقاعه، حنحطلهم لا بسيط بس يعني، حتكون حتى انا استاذ انت مش ضروري تجي يعني عادي. انت خليك بالفان. طيب الله ما تحكوش بها موضوع وتعملوا لي قصه وشوشره بمدرسه. ايه ما هينا عم يا بحضر استاذ كتير، ولا عارف اقول مع يعني، الاربعه انا الموضوع بعده مش طالع بشكل رسمي ماشي. الموضوع بضله على الجروب لحتى ما يقولوا المدرسه. طيب يلا لكن ادرس منيح لبكره، قلت لكم حددت لكم فيكم تدرسوا هالسؤال معهم كمان، بس انا تحديدا عندي نمبر 6 ونمبر 12 شيء على سام هيك حيكون يعني، حيجي استاذ ليفله مش كتير عالي بكره. نعم يعني بكره ما حيجي الليفل تاعه كتير عالي. مثل 6 و 12 هول الاسئله هيك عادي 3، بدك انت فاهمين بس الجمل شو بتعني للترجمه، بس ما بدها شيء كثير جدا عادي ماشي. طيب يلا ثانك يو استاذ، بالعاده بكره يعطيك العافيه. انا على كلاس روم وبتبعتوهم بالوقت المناسب مثل ما متفقين، ما حدا يطول مش هفتح زوم يعني ماشي. اوكي يعطيك العافيه استاذ، يعطيك العافيه كلها حقا، يعطيكم الف عافيه، الله يعافيك.